لو انت عندك كابل طويل وعايز تختصره فتابع معايا الفيديو دوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن مالي من قناة اندرويد تكنولوجي وورد. النهاردة معانا فيديو جديد، وشرح النهاردة هو ازاي تختصر الرابط بحيث انت عندك كابل طويل وعايز تختصره. ففي الفيديو دوت هتعرف ازاي تختصر الرابط الطويل. طيب طبعا احنا معانا موقع النهاردة. طيب هدف الموقع دوت طبعا هو مش اختصار رابط عشان الربح وكده، هو هدفه بس اختصار رابط. طيب هنفتح الموقع مع بعض، طبعا رابط الموقع اسفل الفيديو. مستندات تسعون مئة الوسط حديث bit.ly custom url http bit.ly custom url shortener link management and branded links shortener https://bit.ly.com/. هو ده الرابط، هنفتحه كده. فتح باستخدام فتح كروم. استنى شوية لما الصفحة تحمل. Skip navigation. Bit.ly. A URL shortener built with powerful tools to help you get a quote. Get started for free. رابط. طيب هنا ما لناش دعوة بأي حاجة، هنلاقي هنا مربع تعديل واحد. Get a quote. Enter URL to be shortened. Enter URL، بعديها هنلاقي مربع تعديل. مربع تعديل أو edit box. هنفتح ال edit dot. نكتب هنا رابط، نكتب هنا رابط اللي احنا عايزين نختصره، الرابط الاصلي. طيب انا هجيب رابط عندي. ف الاعدادات الحافظه الحافظه لوحه المفاتيح العرب كليكر فور واتساب سماكاري طريقه اغلاق الواي فاي تلقائيا عند اغلاق الشاشه تيرمز اوف سيرفيس قائمه القائمه الحافظه الحافظه السماكاري كليكر فور واتساب طريقه https://bit.ly/3d0/https://youtube.com/c/androidtechnologyworld1 علامة استفهام sub confirmation equals 1. ده الرابط اللي احنا هنختصره زي ما انتم شايفين، رابط كبير شوية. طيب https://shorten/youtube.com/c/shorten هندوس على كلمة شورت ان أو اختصر. طب بمجرد ما دوسنا عليها هيدينا رابط المختصر. ده رابط المختصر اداهولنا في مربع التعديل اللي احنا كنا كاتبين في الرابط الاصلي، فهو مسح وحط بداله رابط مختصر. ده احنا ممكن ننسخ كده رابط كده تم النسخ وخلاص، نبقى ندخل عليه من اي متصفح، ولو دخلنا عليه مش هيظهر لنا الموقع نهائيا. لو دخلنا عليه هيودينا الرابط تلقائيا بدون ما يظهر لنا اي اعلانات او اي حاجه مما شابه ذلك. ده كان فيديو النهارده، فيديو سريع، اتمنى ان يكون عجبكم. ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الاشعارات حتى يصلكم كل جديد. وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.